غضب قد يكلف العالم الكثير. خلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد خافيا على أحد، فعلى مر تاريخهما السياسي لم يكن بايدن ونتنياهو يوما صديقين على ود مطلق، لكن إدارة حرب غزة وترتيبات اليوم التالي للصراع ومسار التسليح ومصير المدنيين دفعت بالخلافات نحو منحى غير مسبوق. نتنياهو مصر على اجتياح رفح، وبايدن طلبه بخطة قوية للتنفيذ أولا، وحذره من فقدان حكومته الدعم الدولي. ومنحت إدارة الرئيس بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس أذار المقبل للتوقيع على رسالة قدمتها واشنطن توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي داخل إسرائيل بدأت ترتفع الأصوات المحذرة من تداعيات الخلاف على أمن تل أبيب، وأبرزهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي رأى انعداما في المسؤولية لدى الطرفين. ومن المتوقع استمرار خلافات إدارة بايدن مع نتنياهو الذي يستمر في الفشل في تحقيق إنجاز على الأرض، لكنه يواصل بث الرسائل للجمهور الإسرائيلي بأنه رئيس الحكومة الأقوى في تاريخ البلاد الذي يرفض الضغوط الخارجية.